الاعتراف والامتنان لمن قدموا لهذا البلد وخاصة لمدينة فاس فنا راقيا. يعتبر هذا الاعتراف تكريما وتوشيحا لما قدموه، فهو مدعاة إلى العمل وإلى الاطلاع إلى الرقي والسمو. مهرجان فاس للشباب المبدع في دورته الرابعة يكرم أحد الوجوه المسرحية فريد بوزيدي. لهذا نتساءل، ماذا يعني التكريم؟ التكريم بالنسبة لي هو اعتراف بما قدمته من الأعمال المسرحية، ومزيدا للعطاء، الاستمرار إن شاء الله في العطاء السنوات المقبلة. إذا قلنا فريد، ما هي الميزة التي يتفرد فيها بالنسبة للعمل المسرحي؟ من ناحية الإبداعية والتواصلية مع الفرق التي تعمل معها. أنا بالنسبة لي الميزة اللي كنمتاز بها هو أنني ممثل جاد، أشتغل في صمت، لا أتكلم، وعندي واحد الرغبة هو أنني أي عمل مسرحي كنبقاني كنشتغل به بجدية أكثر وبتألق أكثر. نعم، ماذا يمكن أن توجه للشباب من أجل، ما دام أن المهرجان هو شباب مبدع، ماذا يمكن أن توجه للشباب كدعوة؟ أنا بالنسبة لي الشباب كنوجه له واحد الدعوة، هو أنهم يستمروا في إبداعاتهم، لأن الإبداع هو شيء جميل ولا ينحبطوا إلى الوراء، ويجب عليهم أن يستمروا ويستمروا ويستمروا ولا ينحرفوا. إذن هل هناك أشياء يمكن أن يقدمها المسرح كإصلاحات اجتماعية؟ المسرح هو زي ما نقولوا هو أبو الفنون. المسرح وهو تربية للشباب وتوعية، وهو بالنسبة لي هو الكل في الكل. هذا الغزول العولماتي من الانترنت ومن شبكات التواصل الاجتماعي، هل تؤثر ايجابا ام سلبا في المسرح؟ هو الانترنت هو فيه الايجابيات وفيه السلبيات، فالايجابيات هو ان الانسان كيساعدوا على البحث في المواضيع المسرحيه، وفي ايجابيات هو باش ما خصش الشباب يمشيو شي مواقع اللي هي ما صالحه لهمش نهائيا. نعم، هل يمكن ان نقول على ان المسرح بفاس لا زال بخير؟ والحمد لله، نحن المسرح بفاس لا زال بخير والحمد لله، لان جميع الفرق كتشتغل يعني بفلوسها بجهدها بوقتها بكل شيء، فهذا الشيء علاش المسرح بفاس مازال مستمر. اذا نقول ان هناك دعم. كاين دعم، ماشي دعم اداري ولا دعم سلطوي، كاين دعم انساني. ما كاينش دعم اداري يعني من السلطات المحليه او دعم من شي جهات، كاين دعم ديال الناس كيبغيو المسرح كيدعمونا. ما هي المطالب التي يمكن ان يوجهها فنان عصامي مثلكم للوزاره الوصيه؟ انا عندي طلب واحد، وهو ان الوزاره الوصيه ان تدعم الفرق الجاده، ماشي الفرق اللي كدير اعمال موسميه تهريجيه، لان اكثريه كنشوفوا دابا الوزاره كتدعم فرق، يعني هما مدعمين راسهم لانهم كيديروا التذاكر كيديروا كذا، وكاين فرق واحد اخرين لانهم ما كيديروش تذاكر كيديروا مسرح جاد، هادو هما اللي خصنا ندعموا. كلمه اخيره. كلمه اشكركم واشكر الجامعه على حسن الاضافه هذه، وكنشكر جمعيه جوج خوت التنميه والتربيه، كما اشكر جميع من حضر في تكريمي، وشكرا لكم. فعاليات مهرجان فاس للشباب المبدع، ومن خلال مجلة الفن والأدب يسعدنا أن نستضيف أحد الوجوه الفنية التي أطرت الساحة الفنية بإبداعاتها وإلهامها الفني، الخمار المريني، أو كما يروق للعديد أن يسميه شيخ الشباب. مرحبا بك. شكرا.
اتخاذ المهرجان لدورته الرابعه بعدما كنت مكرم في الدوره الثانيه، الان انا ضيف المهرجان. نعم، التكريم ماذا يعني التكريم بالنسبه للفنان؟ التكريم هو احتفاء واعتراف بما يعطيه الفنان في مجاله سواء الفني او ايا كان، وهو قيمه اعتباريه للفنان ولسير وقته. كيف يمكنني الفن ان يخدم الوحده او القضيه الوطنيه؟ وهو بطبيعة الحال لأن الفن بحد ذاته هو رسالة، ولا تخلو هذه الرسالة من خدمات وطنية، ودائما نحن سفراء القضية. نعم، هل الساحات الفنية لمدينة فاس أو للمغرب عامة على ما يرام؟ وإلى حد ما الساحة المغربية على أحسن حال، لكن الساحة الفاسية بالخصوص هي ليست على أحسن حال، رغم تكاثر الأنشطة، رغم تكاثر أو تعدد المهرجانات، وفيها حركة أكثر بكثير من المدن الأخرى، لكن تجد لو بيلون كما كنقولوا حصيلة الحصيلة هو لا شيء، كندورو في بلايص. ما رد ذلك لماذا؟ أولا الجهات المدعمة ما كنلقاوش شي سند صحيح باش أننا نزيدو نستمرو ونزيدو نجتهدو، الجهات المسؤولة أيضا حتى هي كتغض النظر على هذا الجانب الثقافي والفني في مدينة فاس، مما يخلف سيئا في نفوسنا، ولكن نحن من هذا المنبر نقول له رغم الحل ورغم الاستياء ورغم الإقصاء فنحن موجودون. نعم، الرسالة التي يمكن أن توجهها للجهات المعنية أو المسؤولة عن القطاع المسرحي والفني بفعل؟ كل ما يمكن قوله هو كنطلب من هذه الجهات المسؤولة أو المعنية بالقطاع الثقافي والفني في مدينة فاس التفاتة لهذا الشباب، هذا الشباب اللي هو الجيل اللي غادي يحمل المشعل. نقولوا احنا وان كنا من جيل الرواد ولا زلنا مستمرين، فخذوا بيد هاد الشباب، لان الا ما كاينش خلاف ما كاين والو. هل يمكن اعتبار ان الوساطة الاجتماعية او الشبكة العنكبوتية قد اسهمت في اسفاف الفن عامة؟ لا اعتقد ان الفن كيبقى فن قائم بذاته وعنده ناس وعنده مواليه رغم كيد الكائدين ورغم كل شيء. الرسالة توجه الشباب اللي كنطلب الشباب هو انهم الفن او اي مجال ثقافي فهو مجال خصب، وخص يكون عندهم واحد النفس طويل وتكون عندهم إرادة وعندهم قابلية انهم يخدموا الوطن من خلال هذا رسالة فنية أو ثقافية. كلمة حرة لقمار الأمريكي. كلمة ختامية وهي أنني كنهني الصديق ديالي الفنان فريد الحسيني بهذا التكريم ديالو، هذه المناسبة ديال رابع عاليات مهرجان الشباب في دورته الرابعة، وأقول لصديقي فريد الحسيني رفيق الدرب مزيدا من العطاء